أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جنود إبراهيم باشا ومن معهم من الأتراك الذين دخلوا الدرعية وحاربوا الموحدين يكونون في أعيانهم كفارا؟ أول شيء أنهم قاتلوا المسلمين، وحتى المسلم إذا قاتل المسلمين يجب قتاله ولو كان مسلما، يعتبر من البغاة أو من الخوارج يجب قتاله. ثانيا هم عندهم القباب وعندهم القبور، يبنون المشاهد على القبور، ما نقول كلهم لكن نقول هذا موجود فيهم وظاهر فيهم عندهم وفي بلدهم، ما منعوه. نعم.